رقم 7 فيراري لا فيراري أبيرتا وتمنها مليون وربعمائة ألف دولار. سنة 2017 شركة فيراري بتحتفل بمرور 70 سنة على صنع أول عربية ليهم سنة 1947، وبمناسبة احتفالهم قرروا يصدروا العربية دي لا فيراري أبيرتا بمحرك 12 سلندر، وهو أول محرك هايبريد تنتجه فيراري، يعني بنزين على كهرباء في نفس الوقت، وبتوصل قوته ل 963 حصان. رقم 6 كيونيكساج ريجيرا وتمنها مليون و900 ألف دولار. كيونيكساج شركة سويدي اسمها ملعبك شوية، بس العربيات اللي بيعملوها الصراحة ركوبة ركوبة يعني. الريجيرا عربية هايبريد، يعني فيها محرك بنزين 8 سلندر توين تيربو بقوة 1100 حصان، وفيها محرك كهرباء لوحده بقوة 700 حصان، ممكن تشغل كل واحد لوحده، وفي حالة لو عايز تشغل الاثنين مع بعض هيدوك قوة 1500 حصان. رقم 5 بوجاتي شيرون وتمنها 2 مليون و700 ألف دولار. الشيرون النسخة الجديدة من عربية أكيد كلنا عارفينها، البوجاتي فيرون. المحرك اللي نزلوه بيها نفس فكرة المحرك القديم، 16 سلندر على حرف W و4 تيربو، بس المرة دي مرة ونص قوة المحرك القديم بقوة 1500 حصان. رقم 4 باجاني هوايرا بي سي بسعر 2 مليون و800 ألف دولار. بعد النجاح الكبير اللي حققه موديل الزوندا لمدة أكثر من 10 سنين، وهو أول موديل تنتجه شركة باجاني، الشركة نزلت موديلها الثاني الهوايرا بمحرك 12 سلندر توين تيربو من إنتاج مرسيدس AMG مخصوص لشركة باجاني وبقوة 700 حصان. رقم 3 لايكان هايبر سبورت سعرها 3 مليون و400 ألف دولار، وهي أول سوبر كار من إنتاج عربي، أنتجتها شركة دبليو موتورز الإماراتية اللي مقرها دبي، وفيها محرك 6 سلندر على خط واحد باثنين توربو تشارجرز وقوته 780 حصان. رقم 2 أستون مارتن فالكري وتمنها 3 مليون و900 ألف دولار. أحدث موديل من عربية جيمس بوند الشهيرة هينزل بمحرك 12 سلندر هايبريد بقوة 1000 حصان. وبطلة النهاردة لامبرجيني فينينو بسعر 4 مليون و500 ألف دولار. مش قادر أنطق الرقم والله يا جماعة. العربية فعلا شكلها فضائي، كأنها خارجة من فيلم خيال علمي، ونازلة بموتور 12 سلندر وبأحصنة كتير قوي، مش مهم كام حصان الصراحة، كفاية شكلها وكفاية كلام عليها عشان أنا تعبت.